السلام عليكم ورحمه الله، كديرين حبيباتي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا رب. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي الحسناء. نوريكم اليوم طريقتي في الارز بالدجاج. كيجي زوين بزاف، كيجي منسم باعشاب منسمه، زوين، كيجي مفتت حبه حبه، يعني بحال الطريقه ديال الكبسه، رائع وما غاديش تدموا على الطريقه اللي غادي نوريكم. وكنتمنى تجربوها وقولوا لي في لي كومونتير اراء ديالكم على الطريقه ديالي. ويلا نبداو الوصفه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج واحد الكميه ديال الدجاج، نتوما تقدروا ديروا يعني الكميه اللي حبيتوا على حسب الناس اللي عندكم. بالنسبه للاعشاب المنسمه غادي ندير ورقه سيدنا موسى، وغادي ندير باديانه اولا كاين اللي كيسميها النجمه، غادي ندير القرفه، وغادي ندير القرفه عود بيان سيو، وغادي ندير القرنفل، وغادي ندير حبه الهيل وشويه ديال اليزير. هادو هما الاعشاب المنسمه اللي غادي نديروا. راه كيردوا الرز، يا سلام البنات. وانا شخصيا من عشاق الارز، يعني كنبغيه باي طريقه، وبزاف الطريقه ديال الخضر يعني كيجي معاها زوين بزاف. صافي، وغادي نحك واحد الدرس ديال الثومه اللي يكون كبير. الا عندكم درس صغير غديروا جوج دروس ديال الثومه، قزبر ومعدنوس، واحد المعلقه ديال السمن، نص معلقه باش ما يجيش يعني حار بزاف. صافي، وغادي نحتاج ندير العطريه متعارف عليها، غادي ندير شويه الملحه، وغادي ندير سكينجبير، وغندير الخرقوم عرق، القزبر يابس. القزبر يابس راه زوين وعنده منافع صحيه كثيره بزاف. وغادي ندير شويه ديال التحميره، واحد نص معلقه غير على حسب اللون. وغندير شويه ديال الزعفران شعره، غادي نحك واحد شويه. صافي، دونك هادو هما المقادير. هذا القزبر يابس ما بقاش عندي بزاف، داكشي اللي بقى كبيته. صافي، وهنايا زعفران شعره، غادي نحك واحد شويه بين يديا هذا القياس. هذا كتجي الطريقه زوينه بنينه، وفي نفس الوقت يعني بهاد الاعشاب وداكشي يعني كتجي منسمه وفي نفس الوقت صحيه. وهنا زيت العود، تقريبا نص كاس ديال زيت العود. هنا غادي نشد هاد الهشوار هادي، وغادي نشلط هاد البصله، بصله وحده غادي تشلطوها مزيان. ما عندكمش هاد الهشوار هذا قطعوها مزيان، يعني تكون قطع رقيقه. صافي، هنا التحميره غنزيدها حتى الاخر، كنت نسيتها ما درتهاش مع العطريه من الاول. وغادي نبقى نقلي في داك الدجاج يعني من جهه الصدر ومن الجهه الاخرى، حتى يعني يتشرب هذيك المريقه مزيان ويتنسم بدوك الاعشاب المنسمه. وعاد غادي نزيد عليه البصله، غير طيح لي هذيك البصله وتذوب مزيان. صافي، وغنزيد واحد الكميه ديال الماء اللي غيطيب ليا فيها الدجاج ونخليه يطيب على خاطره. بالنسبه للخضر اللي غتجي مرافقه لهذا الروس، غادي ندير هنا فلفله عندي الحمراء، الا عندكم الخضراء حتى هي مزيانه. وغادي ندير واحد مطيشه كبيره غادي نحكها، وغادي ندير خيزو. ليكم يعني الاختيار في الخضر اللي بغيتوا تدخلوا على الروز، يعني ليكم كامله الحريه، نتوما شوفوا شنو الذوق ديالكم. ما بغيش نزيد بطاطا حيت فيها النشويات، والروز سوا فيه نشويات، يعني باش ما نكثروش ما يجيش داكشي ناشف. دونك فوالا هادشي اللي غادي ندير. ما ديوش على ديك مطيشه المحطوطه في الجنب، هذيك غير غسلاتها الوالده وحطها ساكت نشف. صافي، وبقات داخله في الصورانيس عطيه واحد اللون زوين. من الاحسن اللي عندكم فلفله خضراء ديروها، يعني باش يجوا كاع الالوان في الروز، حتى الالوان راه يعني كيضيفوا واحد الرونق جميل في الماكله، كيفتحوا الشهيه. دونك اللي عندكم في الخضر وحبيتوا ديروه، ممكن تقدروا كذلك تزيدوا العنب يابس، كيجي مع الروز بزاف. دونك كيجي صراحه الطريقه بحال الكبسه، منسم زوين بنين لذيذ وفي نفس الوقت راه صحي. هنا غادي نقطع خيزو، كنقطع قطع صغيره الا لاحظتوا، باش يعني حيت حبه الروز كتكون صغيره يجو يعني القطع ديال الخضر تما يعني على قياسها. جربوا الطريقه البنات وراه ما غاديش تندموا، وقولوا لي يعني الناس اللي غادي يجربوا الوصفه يجيوا لي كومونتير كيف ما العاده، وقولوا لي يعني رايكم على الوصفه وكيفاش جاتكم. راه كاينين الناس اللي كيجربوا الوصفه ديالو كيجيو عندي الواتساب، والله الا شكرا لكم بزاف من القلب. وكنتمنى يعني ديما الوصفه ديالي ينجحوا معاكم، انا اصلا ما كنحط لكم الوصفه حتى كتنجح معايا. انا غادي نمسح سطح العمل باش يبقى داكشي نقي، كيعجبني نخدم يعني وسط الكوزينه وتكون نقيه. هنا بالنسبه للروز الا لاحظتوا راني كنعبروا، علاش؟ لانني كندوبل الماء. مثلا درت جبانيه ديال الروز كندير جوج جبابن ديال الماء، هذا هو القياس ديال الروز. يعني على حسب الناس اللي كيجيو مثلا الروز مايه بزاف ولا ناشف بزاف، دونك هذه هي الطريقه. ديما جبانيه مثلا ديال الروز غديروا مع جوج جبابن ديال الماء. فوالا، دونك انا كنقي الروز مزيان
ومن بعد غادي نشلو مزيان، تتحيد منو ديك النشا، يعني الا كان شي وسخ شي حاجه راه يحيد، كنقيه هنا مزيان. صافي هنا غنديرو في هاد الشبيكه اللي هي فاش غادي نشلو ونخليه يتسقطر. دونك فوالا الدجاج راني حيدته من بعد ما طاب باش ما يهراش بزاف. وهنا الا لاحظتوا كنصفي هذيك المريقه من هذوك الاعشاب باش يعني ما يطلقوش بزاف ويجيو مارين. وحتى في الماكله يعني كاين اللي ما كيبغيش بحال هاد الاعشاب يعني تدوز ليه في الماكله. دونك فوالا يعني صافي ملي طلقوا هذيك النسمه ديالهم غادي نحيدهم. هنا القرنفل القرفه كلشي هاد العويدات غادي نحيدهم. صافي وغادي نرمي ديك الخضره مطيشه خيزو والفلفله غير تشربهم يعني ديك المريقه مزيان. صافي غير يبدا يغلي ليا وغادي نضيفو الروز من بعد. دونك فوالا هنا راه بدا كيغلي، غادي نزيد دابا الروز من بعد ما غسلته. غادي ندور واحد شويه وسط ديك المريقه وغادي نزيد الى لاحظتوا هنايا جبانيه ونص ديال الماء، حيت ديجا المرقه راه كان فيها واحد شويه الماء، يعني كندير قياس عيني ميزاني. دونك فوالا المهم هو ان الماء يكون فوق الروز، حيت راه الروز دغيا كيتشرب هذاك الماء. صافي غادي نحرك مزيان وغادي نسد على الكوكوت وغادي ندير الصفاره وغادي نحسب ليها 30 دقيقه بالتمام والكمال، ما تفوتوهاش وما تنقصوش عليها. وكفكره البنات بغيت نعطيها لكم، حيت ديجا انا كنصوب هذا الرز يعني ممكن تطيبوه بطريقه اخرى بالنسبه للدجاج، يعني كنهضر لكم على الدجاج، تقدروا تحمروه يعني من بعد ما تحيدوه من الكوكوت غادي تدهنوه بشويه ديال الزبده وشويه السمن شويه الحار الا كتبغوا يعني الحار بزاف. صافي وغادي تدخلوه الفران حتى يتحمر وكتحطوه يعني بهذه الطريقه هذه. دونك انا اليوم اختاريت نديرو غير هكاك. من بعد ما طاب لي الرز كنحركو وكنحطو في طبق التقديم وكيجي الشكل ديالو بحال هكا. يعني كيجي زوين البنات، كنتمنى تجربوا الوصفه. كيجي حبه حبه مفتت كما قلت لكم، ما ناشفش في نفس الوقت ما فيش الماء يعني جاري ولا شي حاجه، بحال الطريقه ديال الكبسه كيجي منسم بالاعشاب وكيجي زوين بدوك الخضر. وكنتمنى البنات تجربوا الطريقه وتخليوا ليا لي كومونتير ديالكم، وكنتمنى تدعموني في القناه بالنسبه للناس اللي غادي يشوفوا القناه ديالي لاول مره. ما تنساوش تشاركوا في القناه، تضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. القناه ديالي متنوعه، كنحط الطبخ كنحط تجميل اخبار، يعني كندير لي فلوق كندير بزاف الامور. وخليوا ليا لايك ديالكم وشي كومونتير زوين بحالكم، وان شاء الله البنات تلقاو فيديو ماجيات. هلاو ليا فراسكم ومع السلامه.